السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة النجم. اليوم إن شاء الله تعالى متوجهين إلى بيت الله الحرام مكة المكرمة مع باصات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في كلية العلوم. هذه الرحلة مثل كل كليات الجامعة، كلية الشريعة، كلية الدعوة، كلهم يذهبون إلى عمرة، مو نفس اليوم، أوقات مختلفة. الحمد لله وفقنا الله بالتسجيل وقبول، وإن شاء الله تعالى نذهب هذه العمرة ونغطي كامل الرحلة بإذن الله تعالى. الرحلة كلها مجانية، غداء، فطور، عشاء، كل شيء، كل شيء. الرحلة نذهب اليوم يوم الخميس 2/2/2023 ونرجع نفس اليوم، اليوم يوم الخميس ونرجع نفس اليوم الساعة 11 مساء أو الساعة 12 منتصف الليل، وإن شاء الله نسوي تغذية كاملة. ومرحبا بكم. محمد انا ابغى نص بس. انا اريد بيبسي. لا 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 لا. هذه الوجبة، وجبة الفطور. ما شاء الله تبارك الله. الآن وصلنا نص الطريق، ندخل الحمامات، نتوضأ، أنا أشرب شاي وزي كذا، على طول إن شاء الله تعالى نتحرك إلى بيت الله الحرام، وسنوصل الآن الساعة 11:30، ونوصل إن شاء الله تعالى مكة المكرمة الساعة 1 بالضبط بإذن الله. فريق عدين سوما لبا يا مبيد طبع ولا ايش ساكن بي كمان راس. الحمد لله خلصنا العمرة، متوجهين الى مكان الباص ثم الى مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلاص نروح الجنب الثاني. مكة المدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. هذا ما يجي؟ الله ما خير عن شيء لكن Thank you.
وقفنا الآن لكي نتغدى في مكة. الطلاب ندخل إلى المطعم ونتغدى وخالة يتغدى. لا 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 جيب ما صور بعد العشاء أخذنا كل هذا ما شاء الله وباقي موية كمان باقي لنا موية والأخ ما يحب التصوير الأخ محمد مصطفى جزاك الله خير طريق إن شاء الله نوصل السلامة بإذن الله أخذنا كل هذا ما شاء الله بعد العشاء لين ما نصل بعد الغداء أقصد أو الغداء والعشاء مع بعض نأخذ نأكل كل هذا ما شاء الله تبارك الله الله يحفظ الحمد لله على النعمة الحمد لله على النعمة صلنا ولله صلنا الجامعة الآن الساعة 12 الحمد لله على النعمة الحمد لله على السلامة الحمد لله على النعمة اللي نعم فيها يا رب شكرا يا رب شكرا أولا شكرا لهذه المملكة العظيمة شكرا لجامعتنا جامعة إسلامية الحمد لله اللهم قريبان رأسهم صفر ما بشعر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت تغطيتنا لهذا اليوم نشكركم على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته